أكبر كام بفوز محمد صلاح للمرة الثانية على التوالي كأحسن لاعب في أفريقيا علشان هم يكونوا اثنين ما لهمش ثالث اللي حصلوا على الجائزة كابتن محمود الخطيب والجائزة أحسن لاعب في أفريقيا أيام ما كان اسمها فرانس فوتبول وكمان محمد صلاح بيفوز بيها الموسم الماضي وكمان يحقق إنجاز غير مسبوق بفوز لاعب مصري للعام الثاني على التوالي مرتين في تاريخه وإن شاء الله كلنا عندنا أمل كبير جدا جدا أن محمد صلاح يفضل محافظ على الاحتقار للجائزة بعد المواسم اللي بيقدمها وبعد الإنجازات اللي عملها مع فريق ليفربول أعتقد أن محمد صلاح واحد من اللعيبة اللي تستحق أنها تكون موجودة في الجائزة أنا عايز أقول لحضراتكم بعض الأرقام طبعا اللي حققها محمد صلاح مع ليفربول محمد صلاح في 2018 150 طبعا قيمة محمد صلاح السوقية حاليا 150 مليون يورو في الدوري الإنجليزي مع ليفربول سجلت لعب 36 مباراة سجل 32 هدف وصنع 11 هدف في دوري الأبطال لعب 15 مباراة وسجل 11 هدف وصنع 5 أهداف جوائز محمد صلاح الفردية في عام 2018 هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدف أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018 أفضل لاعب في إنجلترا من جانب رابطة اللاعبين المحترفين وأيضا جائزة بوشكش لأفضل هدف في العالم أفضل لاعب من اتحاد المشجعين لكرة القدم FSF وأفضل لاعب في أفريقيا من البي بي سي وجائزة الجولدن سامبا ده بالنسبة مع فريق ليفربول مع منتخب مصر لعب في تصفيات الأمم الأفريقية 3 لقاءات سجل 4 أهداف وصنع هدفين أما في بطولة كأس العالم لعب لقاءين سجل هدفين وأخيرا في اللقاءات الودية سجل هدف وأحرز هدف ده بالنسبة لمحمد صلاح اللي اختير أفضل لاعب في أفريقيا قبل ما نروح بقى هنروح دلوقتي طبعا لأولى الفيديوهات وجائزة محمد صلاح واستلام الجائزة من رئيس الاتحاد الأفريقي السيد أحمد أحمد وأيضا من جورج وايا رئيس دولة ليبيريا وأحد أساطير الكرة الأفريقية اللي توج بالجائزة الكبرى أفضل لاعب في العالم وكمان جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا تعالوا نشوف محمد صلاح وأفضل لاعب في أفريقيا ونرجع نكمل مع حضراتكم Monsieur le Président, nous sommes tous suspendus à ce que vous allez nous dire maintenant. Le meilleur joueur de l'année 2018, Mohamed Salah. Mohamed Salah, pour la deuxième fois, qui va rejoindre les légendes qui ont gagné le trophée plus d'une fois. Les Kanou, Drogba, Eto'o et Elhaj Diouf qui ont remporté plus d'une fois Mohamed Salah pour la deuxième fois. Voici mesdames et messieurs pour vous Africains, le meilleur footballeur africain de l'année, Mohamed Salah. Merci beaucoup avec on va accompagner Mohamed Salah quand même pour un discours. Le discours du vainqueur Camillas. You may go, Excellency, you may. Good evening everyone. I can't believe it's been a year since I was last on this stage. This award for me is always, I always say this award for me is very big. I love it because I saw it when I was young. I had a dream to win it one day. So now I won it twice. And I'm very proud to win it twice. And I have to thank my family, my teammates, my fans. Everyone, he played a role in my career to make that happen today. I would love to dedicate this award for my country, Egypt. And I would love to dedicate this award to my country, Egypt. And good night. Thank you. Thank you. Congratulations again, once again, Mohamed Salah, African player Merci of the year. Merci beaucoup, sous vos applaudissements, Mohamed Salah, pour la deuxième fois, meilleur joueur africain de l'année, le joueur de Liverpool.
Now I'm disappointed that I didn't place a bet. I could have made a lot of money off that. Me? No, not you. That Mohamed Salah was going to win. طبعا محمد صلاح اهدى الجائزة لبلده مصر، ده امر طبيعي جدا من واحد من لاعب عنده عقليه زي محمد صلاح، وواحد من لاعبي كره القدم اللي فعلا قدر ان هو ينجح بعقليته قبل ما يكون بمهاراته. ده كان محمد صلاح بعد استلام الجائزه. لكن محمد صلاح بقى هيحتفل ازاي بجائزه افضل لاعب في افريقيا؟ ده اللي كان مختلف، وده اللي لفت انظار كل السوشيال ميديا وحتى المقيمين في الحفل وعلى الحفل، وازاي محمد صلاح احتفل. تعالوا نشوف احتفال محمد صلاح ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني حتى في توزيع الجوائز كمان ساديو ماني بياخد المايك من محمد صلاح، يعني في الملعب بياخد الكوره وفي الحفله بياخد منه المايك. بس معلش يعني بما ان الحفله بدل ما هي مقامه في السنغال والعاصمه السنغاليه ايضا دكار، واللي اول مره بتقام عليها الحفل، فساديو ماني بقى ما دام هو ما كسبش الجائزه خلاص ليه حق ان هو يعمل اللي هو عايزه.